وينضم إلينا بشير جبر مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس. بشير مرحبا، إذا نتابع معك التطورات الميدانية وما خلفته مجازر قوات الاحتلال من حصيلة في الشهداء والجرحى، تفضل. تحية لكم. يعني خلينا دعينا نتحدث عن الساعة الأخيرة، حيث شملت الغارات الإسرائيلية كل محافظات قطاع غزة بلا استثناء. نتحدث عن استهداف لشقة سكنية في حي الصبرة الواقعة في المنطقة الشرقية لمدينة غزة، فيما تتواصل المدفعية الإسرائيلية أيضا باستهداف شرق مدينة غزة وشمال القطاع بوابل كبير من القذائف التي تتساقط باتجاه منازل المواطنين وممتلكاتهم. المنطقة الغربية مخيم الشاطئ ومنطقة السودانية تتعرض إلى إطلاق نار من الزوارق الحربية الإسرائيلية. إذا ما انتقلنا بالحديث عن المحافظة الوسطى والتي شهدت هذا اليوم توسيعا لمناطق العمليات العسكرية لتشمل مخيم المغازي ومنطقة الزوايدة وبعض أجزاء من منطقة قرية المصدر، وجميعها مناطق تقع إلى الشرق من هذه المحافظة. وبالأمس كان هناك إخلاء لمنطقة شرق مدينة دير البلح في ذات المحافظة الوسطى، فهي تشهد أيضا منذ ساعات الصباح وحتى هذه اللحظة غارات إسرائيلية مكثفة وإطلاق قذائف باتجاه تلك المناطق الشرقية للمحافظة الوسطى، الأمر الذي أدى إلى مزيد من نزوح الفلسطينيين من تلك المناطق والتوجه إلى المناطق الغربية في ذات المحافظة وإصابة عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين والذين نقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى. فيما نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارة باتجاه منزل يعود لعائلة أبو معلة في المنطقة الغربية لمخيم النصيرات، الأمر الذي أدى إلى ارتقاء 6 فلسطينيين وإصابة عدد آخر بجراح متفاوتة الخطورة، جميعها من نفس العائلة. المنطقة الجنوبية للقطاع التي تضم محافظة خان يونس ومحافظة رفح أيضا لا زالت تشهد المناطق الشرقية من محافظة خان يونس وكذلك الأطراف الشمالية من ذات المحافظة عدوانا إسرائيليا متصاعدا منذ 8 أيام. القذائف المدفعية تتساقط باتجاه تلك المناطق بشكل كبير ومكثف. الطائرات الحربية الإسرائيلية تشارك بإطلاق الغارات المتتالية باتجاه أبراج مدينة حمد، مما أدى إلى تدمير عدد من هذه الأبراج واستشهاد فلسطيني وإصابة عدد آخر من المواطنين بجراح متفاوتة الخطورة. منطقة القرارة وهي ضمن المنطقة الشرقية الشمالية لمحافظة خان يونس لا زالت تتعرض إلى عمليات نسف وتدمير للمربعات السكنية في تلك المنطقة. المنطقة الغربية والتي يفترض بأنها تكون منطقة آمنة وهي منطقة المواصي لا زالت أيضا تتعرض إلى إطلاق نيران من الزوارق الحربية الإسرائيلية وكذلك من الطائرات المروحية التي تحلق في أجواء قطاع غزة وتقوم بإطلاق نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه المناطق الغربية لمدينتي خان يونس ورفح. مدينة رفح أيضا لا زالت تشهد قصفا عنيفا باتجاه المناطق الشرقية من المدفعية الإسرائيلية، نتحدث عن حي الجنينة وحي السلام ومحيط المعابر الفلسطينية ومنطقة قرية النصر حي النصر وجميعها مناطق تقع في الشرق من هذه المدينة، فيما تقوم الآليات العسكرية الإسرائيلية بتدمير وسط وغرب هذه المدينة، وأيضا يتبع احتلال الإسرائيلي سياسة تدمير المربعات السكنية عبر تفخيشها وتفجيرها في المتفجرات في غرب مدينة رفح. وبالتالي نحن نتحدث عن عدوان إسرائيلي يطال كل أحياء ومحافظات قطاع غزة، الأمر الذي يرفع من أعداد الشهداء بشكل كبير ويزيد من رقعة الدمار الحاصلة في هذا القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي. بشير، في ظل ما ذكرت من إصدار أوامر إخلاء جديدة من جانب قوات الاحتلال والسكان لا سيما في منطقة دير البلح وخان يونس، أيضا الأوتشا قالت إن هذا يقلص من مساحة المناطق المسمى زورا بالإنسانية أو الآمنة إلى 11%، ما حجم التحديات التي تواجه هذه الأسر النازحة لا سيما في ظل نقص الخيام، الوصول المحدود إلى الخدمات الأساسية وصعوبة أيضا الوصول إلى الأسواق التي بها نقص في السلع وارتفاع في الأسعار؟
تدمير أبراج سكنية بالأمس تم. يعني الحقيقة فكرة النزوح تبدأ المعاناة من بدء اتخاذ هذا القرار إجبارا بالنزوح من المنازل والخروج من المناطق المعرضة للقصف باتجاههم بحثا عن المناطق الآمنة. هذه قد يضطر الفلسطينيون هنا للسير وقطع مسافات كبيرة سيرا على الأقدام نظرا لعدم وجود الوقود ولا سيارات تنقل المواطنين في تلك باتجاه تلك المناطق التي تسمى مناطق آمنة في قطاع غزة، والتي باتت لا تستطيع استيعاب المزيد من الأعداد في ظل تلك المناطق يعني الغير مؤهلة لاستقبال مثل هذه الأعداد الكبيرة من الفلسطينيين. وهذا بشهادة المنظمات الأممية الذين نزحوا منذ أيام من نعم بشير، هذا حتى بشهادة كما قلنا الأوتش التي قالت إن هذا قلص المساحة ل 11% يعيش عليها الآن ربما كل سكان قطاع غزة. شكرا جزيلا لك بشير جبري مراسل القاهرة الإخبارية من خان يونس.